إذن مشاهدينا نبدأ تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الخليج التي نقرأ منها: لقاح للإيدز من الأبقار. تشير نتائج دراسة حديثة إلى إمكانية استخدام الأجسام المضادة المتحصل عليها من الأبقار في تطوير لقاح ضد مرض الإيدز. تجرى الطريقة المستخدمة حاليا للوقاية من مرض الإيدز بتحفيز أجسام مضادة واسعة التحييد لدى الأصحاء لتحصينهم ضد المرض، لكن التجربة الحالية تشير ليس فقط إلى إمكانية إنتاج أجسام مضادة بل أيضا إلى توفير لقاح معالج. ومن صحيفة الاتحاد نطالع مشاهدين ابتكار شرائح إلكترونية تعمل مثل الدماغ لشم المتفجرات. جاء في تفاصيل الخبر: وجد اختصاصي نيجيري في علم الأعصاب حلا ممكنا لإشكالية كبيرة في العالم المعاصر من خلال جهاز يسمح بتجنيب المسافرين عناء الاصطفاف في طوابير للتفتيش الأمني، فيما يعمل بشكل صامت على كشف المتفجرات بفضل شرائح إلكترونية اخترعها مؤخرا قادرة على شم المواد المتفجرة. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية: علماء يبتكرون تطبيقا للكشف عن سرطان البنكرياس باستخدام السيلفي. نجح علماء في جامعة واشنطن من تطوير تطبيق عبر الهاتف الذكي يمكن مرضى سرطان البنكرياس بسهولة عبر شاشته من إمكانية التشخيص المبكر عن طريق صورة سيلفي بواسطة الهاتف الذكي. ويستخدم تطبيق بيل سكرين في الهاتف الذكي يستخدم للكشف عن مستويات البيليروبين العصارة المرارية الصفراء في الدم أو فحص الجزء الأبيض في العين. وختاما مشاهدينا من صحيفة الغد الأردنية: ممرض قتل 84 مريضا ليتسلى بإعادتهم ثانية للحياة. قام ممرض ألماني بقتل نحو 84 مريضا على الأقل لأنه كان يشعر بالملل ولم يجد طريقة يملأ بها أوقات فراغه سوى الانشغال بالمستحيل الأكبر وهو إعادتهم أصحاء ثانية إلى الحياة، بحسب ما صرح به الممرض القاتل للشرطة الألمانية أثناء استجوابه.